المواد مالتهم بعيدة وين راحت. طبعا هاي داعش مخليها حتى يعيق تقدم القوات الأمنية، بس الحمد لله والشكر بسوى عدد الأبطال أصلا عبروها. منطقة حي الصحة. عباس والله جبنا نظرك صغيرون على البيتونه ذيك، نظرتك صغيرون من نظرك طالف علينا. عباس طوعنا على الزجه على القبه ذيك، القبه قعدنا على الدرج على القبه. قدم لي قدام، قدم اقعد على هالبايه. لا عباس 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 ديت ديت القبه ايش بيك تعال منها؟ هاي القبه ديت اي ديت القبه ديت مبينه شويه. قبه بيتك لا تبين نم ها؟ قاعد استايل
اللي يقعد انتوا يقعد حبيبي. يلا يلا عقب ورا عقب عقب ورا عقب عقب عافيه. بس سيدي اركض. ها ناصر
الو الجيسو روح روح هلا وقف للتاريخ وقف والحمد لله وشكرا سيطرنا على اجزاء من حي السلام وباقيين بالتقدم ان شاء الله ان شاء الله يلا اخوي الله اكبر وين اكبر من ناحيه اليسار ها يلا اسرع على هذا الجيم يلا حمزه يلا صباح يلا ابو يلا يلا ما بعرف قدام قدام ربك مالك قدام انا محمود على هذا ها والله سيمركم ما يفيدكم كل شيء ما يفيدكم عبوات ما عبوات بس هذا الصف قاعد يباكم ويوصل معاكم تبعد على الباب من هنا رجع اثنين هنا رجع اثنين هنا وين جاي من هنا ولا لا من هنا من هنا انت بدك تبدا تنفخ العدد تعال تعال فراغ افرس تعال خلص العيال لا طب لك راجل لبيب هذا. هذا جوالك. ولا عارف شنو اليوم عارف.
قال فين؟ تعرف وين ترمي؟ وين؟ بس دني بالمكان على الهواء. وين متاخر النص؟ اي وين؟ تعال طلع لي صاروخ من هنا من الولد. تعال حسن طلع صاروخ. لا ترمي شيء اشوار. دقيقة دقيقة. المنارة؟ المنارة ذي في القابلة. اي اي. لقيت القابلة من شباب. عارف. والله بس انت دقيقة طول المجهود. عبود عافية. شوف راح يبل خلنا سرب. Thank you.
اسمعك يا اخي اخي لا تجيب غني على لا سيد لو داعش يوصل هنا عقب لا لا والله ما سيد علي من هول سيد جوقي ابرك بلي بلي سيد جوقي ابرك بلي يوم فوق العشره نقول على شو ما هذا شنو واحد وقع ما لا اخوي انا ما شاء الله واحد وقع لا انا بس اتحرك شوي على يمكن عوائل ذلك كامل الطاقات الموسيقية مع ابطال السفر الاتحاد في حي السلام السلام عليكم كيف المشاهدين كانوا تلاحظون هذا كلهم سب مالتهم هاي في حي السلام شايف تعالنا شايف هزموا باش هزموا مطبق ابطال الشرطه الاتحاديه سلاحهم وعتادهم وكلهم هاي مالتهم هاي؟ هسه يصيحون هل يحرقون بها الامارات يستعملونها الامارات يحرقون بها الامارات اخذنا من عندها هندسه مال الفرقه الخامسه يوم ان شاء الله والله ما هو لايت نعم. هذا بيت حي السلام ترفع عليه الشرطة الاتحادية بيت داعش لا يوجد مصاري 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 لا يوجد مص
لواء 18 الشرطة الاتحادية بكامل العدة والعدد تم تحرير حي السلام من براثن داعش الانجاس، وحاليا احنا في خط الصد، وان شاء الله نعاهد جميع العراقيين ان نكون ابناء وان نحرر جميع الارض التي دنسها داعش. احنا الان بحي السلام بمدينة الموصل ام الربيعين، حاليا بدا جردان داعش يهرب امامنا، يهرب امامنا بكل القواطع بكل القواطع، وحاليا تم القضاء عليهم، تم القضاء عليهم ومطاردتهم من مكان الى اخر. والعاهد قائد الشرطة الاتحادية وقائد الفرقة الخامسة البطل بان ما نخلي ولا واحد من هؤلاء الجرذان على ارض الموصل. الحمد لله والشكر استطعنا ان نقفز قفزة ونحرر حي السلام اللي بمدينة الموصل، الفوج الثاني لواء 18 شرطة اتحادية الفرقة الخامسة، والحمد لله والشكر حاولنا نحرر حي السلام بالأكمل. نحن اليوم نكسر الحواجز ونسحق على رؤوسهم. هذا حي السلام تم تحريره بالكامل، وإن شاء الله غدا بمركز الموصل. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. المعنويات عالي العال، باقي المنتسبين قدامنا وصلوا، وإحنا حاليا تعزيز لهم، يعني مو لبارك هذا حدنا، وصلت إلى أطراف حي السلام. إحنا حاليا تعزيز، المعنويات كلها عالية، ولا منتسب عندنا عدة معنوية منخفضة. إحنا أبطال الشرطة الاتحادية الفوج الأول لواء 18، حاليا اقتحمنا حي السلام وان شاء الله نحرر اليوم بالكامل. كلنا فداء للوطن والمعنويات عاليه فول، ما عندنا اي خسائر ان شاء الله، والعدو منكسر امامنا، الدواعش انهزموا قدامنا، عفوا حتى اسلحتهم وحتى ملابسهم القذره، شردوا قدامنا ينهزمون هزيمه الجوانا. موصلية احنا موصلية موصلية الحمد لله على سلامه. بعض العبوات الناسفه اللي حاولوا دواعش استثمارها اللي عقلت تقدم قواتها من الشرطه الاتحاديه، ولكن الحمد لله هي الان ابناء الشرطه الاتحاديه. اليوم حدثنا عن هذه المباراه، وايضا هذا مدرس مال الدولة الإسلامية. هذا كتاب هذا. Thank you.
باب المدارس. هذا كان مضافة وهاي قدامكم الأسلحة والعبوات وهذاكم اللي حاولوا يفجروها على جماعتنا وإن شاء الله المعنويات جيدة. حاليا حي السلام تحرك خطه البارحه الرسمه صوره صحيحه الوصول الى اهدافنا. هل احد يتكلم مرسومه وانا اليوم سعيد لان خطتنا نفذت حذافيرها وبدون خسائر الحمد لله. كان هنا هذا هو خط صد رصين للاعداء انكسروا داعش انهزموا امام قطاعاتنا والحمد لله الحي بالكامل صار ضمن سيطرة لواء 18 شرطة زف. أهلي الموصل الكرام اليوم تحرير حي السلام تم تحريره بالكامل وسبق أن تحرر جزء منه. اليوم انتهى تحرير حي السلام. هذا المكان اللي حاليا واقفين به هو مضافة كانت لهم. إذا تلاحظون الأسلحة مالتهم والأعتدة والعبوات اللي كانوا نيتهم يفجرونها على قطاعاتنا. احنا نبشر اخواننا واهلنا بالموصل ان شاء الله الفرج قريب على ايدي القوات الامنيه بكل صنوف الجيش وابطال الشرطه الاتحاديه اللي حقيقه دي يسطرون ملاحم من بيت البيت ومن غرفه الغرفه ومن فرع الفرع دي يحررون الاحياء ونراعي في نفس الوقت مساله المدنيين وتواجد المدنيين واخلاءهم الى مكانات امنه لان كان جرذان داعش يعني مخليهم مثل الأسرة وين ما يمشي يقدم المدنيين. بس احنا من نشوف المدنيين يطلعون دليل على ان جرذان داعش فقدوا السيطره على المنطقه فالمدنيين بدون يطلعون. ان شاء الله المعنويات والهمه عاليه بجهود الكل اساليبهم باتت معروفه واحنا جاي نطور قابليتنا على تجاوز كل الاخطار اللي تلقاها ان شاء الله. بس اخذ صوره يلا ياخذ اي واحد شلونك فاتح حياك الله الله يسلمك الدكتور وين طلع حسين البي كي سي خذوه يا ولد عمو يا عتاد البي كي سي وين ربعنا سيدي شيل احتاج ولا خلي اخونا الجماعه ابن عتاد البي كي سي شيله وينك ربع هاي مصر خالص برا مصر لي قدام أبطال أبطال الاتحادية صح. احنا ولد العراق ناكل بالشارع وننام بالشارع في سبيل اخونا وابننا وابونا المواطن المدني ينام باله مرتاح. احنا نزيد بوصايلهم تحرير ثقافة العراق ان شاء الله.